مشاهد أهلا بيك في حلقة جديدة من سلسلة حلقات 5 تسبيح بفهم، ودي الحلقة رقم 9 في تعليم النوتة الموسيقية. نصيحتي ليك تشوف الـ8 حلقات اللي فاتوا قبل ما تشوف الحلقة دي. في الحلقة اللي فاتت اتمرنا على قراية النوتة الموسيقية في أكتاف كامل وفي أزمنة محددة، روند وبلانش ونوار وكروش ودوبل كروش، واتمرنا عليهم في سلم موسيقي صاعد وسلم موسيقي هابط. الحقيقة زمن الروند بيبلع مزورة كاملة لوحده وعادة مش هيقابلنا كتير، فتعالوا النهاردة نتمرن على تمرين مفهوش زمن روند خالص، لكن في أكتر نوار وكروش ودوبل كروش بتشكيلاتهم الإيقاعية. ياريت تراجعوا الحلقات اللي شرحناهم فيها بذمة وتمرن عليهم كويس قوي، لكن حابب أفكركم برضو باللي قلناه، إنه هيقابلنا شكلين جداد شرحناهم بالتفصيل في الحلقات 26 و27. الشكلين فيهم النوار مقسوم 2 كروش، الشكل الأولاني الكروش الأولى زي ما هي، والكروش الثانية هي اللي مقسومة 2 دوبل كروش. الكلام ده معناه بنظرية الكرة إن الكرة وهي نازلة هغني نغمة واحدة زمانها كروش، لكن وهي طالعة هنغني نغمتين زمانهم دوبل كروش زي ما هو باين قدامنا على الشاشة. والشكل التاني بقى الكروش الأولى اللي الكرة نازلة فيها هي اللي مقسومة لـ2 دوبل كروش، ودي اللي هنغني فيها نغمتين، لكن الكروش التانية اللي الكرة طالعة فيها سليمة ودي هنغني فيها نغمة واحدة بس زي ما هو قدامنا على الشاشة. يلا بينا نغني التمرين الجميل ده ونخلي بالنا، هل الكروش الأولى سليمة ولا التانية هي اللي سليمة؟ علشان عايزة تركيز كويس قوي. تفضلوا نغني سوا. دو اتنين ري مي دو ري مي ري دو ري ري مي فا مي ري مي مي فا صول فا مي فا صولا لا 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 صولا لا صولا لا صولا لا سي دو سي لا اتنين دو سي لا دو سي لا دو سي لا لا دو سي لا صول سي لا صول فا مي ري صول فا مي ري دو اتنين. تمرين صعب عارف، بس كان لازم ناخده. تعالوا نعيده مرة تاني، وأنا كتبت لكم اسم أول نغمة في أول كل مزورة. طبعا غلط أني أكتب أسماء النغمات، لكن خلينا كده في الأول لغاية لما تتحفظ وتتخزن في العقل الباطن. تعالوا بقى نقراها مرة تانية بس بتركيز. دو اتنين ري مي دو ري مي ري دو ري ري مي فا مي ري مي مي فا صول فا مي فا صولا لا 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 صولا لا صولا لا صولا لا سي دو سي لا اتنين دو سي لا دو سي لا دو سي لا لا دو سي لا صول سي لا صول فا مي ري صول فا مي ري دو اتنين. كده اتمرنا مع بعض ازاي نغني بالنوتة الموسيقية اكتاف كامل سواء في سلم صاعد او هابط، وغنيناه بتشكيلات ايقاعية بسيطة زي ما قدامنا كده كانت على الشاشة، لكن كان اللطيف انها كانت جميلة جدا، مش سهلة بس جميلة. الخطوة الجاية بقى عايزين نوسع نطاق الغنى شوية اكتر من اكتاف، يعني ننزل بالنغمات شوية اكتر ونطلع بالنغمات لفوق شوية اكتر، ونغني كمان بتشكيلات ايقاعية اصعب شوية. تعالوا الأول ننزل بالنغمات لتحت شوية، لأنه عادة بيكون في ألحان كتيرة بتنزل لدرجة الصول القرار. واحد هيقول لي الله، طب ده أوطى نغمة كتبناها تحت المدرج كانت نغمة دول وسطى وحطينا ليها شرطة صغيرة تحت، خط إضافي تحت المدرج، هنعمل إيه أكتر من كده؟ أقول لك خلاص، مش إحنا متعودين إن النغمات بتتكتب على خط أو مسافة؟ تعالى نستغل المسافة اللي تحت الخط بتاع الدول وسطى دي، وبكده من غير ما نعمل أي حاجة بقى عندنا تحت الدول وسطى نغمة سي أوطى منها، بس لسه برضو عايزين نغمتين كمان تحت المدرج. هقول لك يا سيدي خليك كريم شوية وحط لنا خط إضافي تاني تحت المدرج، وحبح علينا شوية حتة خط صغير بنكلة هيزود لي نغمتين تانيين، هما نغمة الله والصول، نغمتين مهمين جدا جدا هتلاقوهم في ألحان كتيرة جدا. وبكده حتى عازف الكمانجة اللي أوطى نغمة عنده في الكمانجة قرار الصول هيقرأ النوتة بتاعته لآخر نغمة منخفضة في كمانجته،
بس خلي بالكم علشان نفهم بعض بالذوق كده، في كلمتين لازم تعرفوه. لما نقول قرار الصول مش معناها أوضة قرار حابسين فيها نغمة صول، لأ، معناها نغمة صول بس أوطى منها بأكتاف كامل، منخفض عنها بأكتاف كامل، يعني نغمة صول بس غليظة زي ما باين كده قدامنا على الشاشة. ولما نقول جواب الصول معناها نغمة صول برضو بس أعلى منها بأكتاف كامل، يعني صول بس حادة. وللعلم التعبير ده موجود في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 15 في الآيات 20 و 21 لما يقول ومعسيا وبنايا بالرباب على الجواب، ويرجع يقول ويعائيل وعززيا بالعيدان على القرار للإمامة. شوفوا أيام داود النبي كان كل شيء بعلم إزاي؟ نرجع بقى الموضوع الخطين الصغيرين قوي اللي ما همش باينين اللي خلقنا بيهم أربع نغمات تحت المدرج، المدرج اللي فيه خمس خطوط زي ما باين كده قدامنا. ظهر نغمة الدو والسي واللا والصول زي ما هو باينين قدامنا على الشاشة. طيب تعالوا ناخد تمرين صغير على الأربع نغمات دول علشان نثبتهم في ذهننا، وتعالوا نخلي زمانهم سهل كلهم نوار. يلا أوكازيون الأزمنة، طبعا فاكرين النوار بنعد فيه عدة واحدة بنغمة واحدة. يلا تفضلوا نغني التمرين. دو سي لا صول، دو سي لا صول، صول لا سي دو، صول لا سي دو. تمرين سهل وبسيط. تعالوا ناخد تمرين تاني يثبت الموضوع بلحن حلو ويثبت معاه الأربع نغمات دو سي لا صول دول مع شوية بقى حركات وقفزات كده وكده، وتعالوا نخلي الأزمنة برضو سهلة نوار وكروش بس. النوار نعد فيها عدة واحدة بنغمة واحدة، والنوار المقسومة اتنين كروش في نفس زمانها هنغني نغمتين. اتفضلوا. دو دو سي دو ري دو سي لا سي دو صول لا سي دو صول صول لا سي دو ري صول لا سي دو لا ري صول 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 دو اتنين صول صول لا سي دو اتنين دو اتنين دو اتنين. عزيزي المشاهد، بالتمرين الجميل ده خلصت حلقة النهاردة. من فضلك لو في أي حاجة مش مفهومة اكتب تعليق تحت الفيديو في إضافة تعليق أو add public comment، وفورا هتلاقينا بنجاوبك. ودلوقتي بقى لازم تفتح مني فأقول لك أشوفك على خير الحلقة الجاية.